حاضر حاضر، في ايه الباب ما بيبطلش؟ اجيب كرسي واقعد جنب الباب يعني؟ ده ايه الهم ده؟ استاذ جابر ازيك يا استاذ جابر؟ الحمد لله. طمني يا استاذ جابر، انت كويس؟ انا كويس جدا الحمد لله. هو حد قال لك ان انا مش كويس؟ ايوه بكلم ولاء في التليفون، قالت لي ان في ناس هجمت على البيت عندك. لا ما هجموا على البيت، بس انا ما كنتش جوه البيت، فانا الحمد لله 100 فل و10. متشكر على سؤالك، تسلم رجلك، مع الف سلامه. لا وشك فيه حاجه متغيره، انت تعبان؟ لا يا وبين ولا هي حاجات باطنيه داخليه وليست ظاهريه، احساسك في محله. يعني ايه؟ يعني انت تعبان؟ انت تعبان؟ لا ولا ايه؟ مش تعبان، هو تغيير، ولكني اعتقد انه للافضل يعني. طيب يا استاذ جابر، انا عايزه استغل فرصه وجودي هنا وزيارتي ليك حضرتك باني اقدم لك حاجه انا عملتها من مده، هي مش قد المقام لكن صنعت ايديا وحيه عيني. اتفضل. مش معقول، بس هداكي كترت يا صفية. يعني عجبك ولا مش عجبك؟ يا مش ممكن، جميلة جدا. ايه ده؟ الله، أول مرة تشكرني وأنت بتبتسم. مش بقول لك حصل تغيير جامد؟ يعني إيه تغيير جامد؟ يعني سبت أرسطو ورجعت الأفلاطون تاني؟ أنا مش ناقصة. لا 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 لا، المبدأ زي ما هو، الاختلاف بس في التفاصيل. تفهمي كركل إيه؟ والله العظيم ثلاثة كان نفسي. أيوة الحمد لله، لأني فعلا خلص من عندي. بس لازم أروح أأكل القطط. أيوة أأكل القطط. لكن عندي فكرة، أنا ممكن أأكل القطط وأرجع أشرب الكركديه. لا حرام عليك، لازم تطمني عليهم بعد ما أكل، وفي قطة عايزة تخش الحمام ولا حاجة، مفيش داعي. الله يسلم، بس كمان أنا ممكن أأجل إن أنا أأكلهم. لا تأجل إيه، القطط دي أرواح، حرام عليك، القطة بسبعة أرواح عايزة تاكل. مع السلامة. حضرتك عندك حق. الله يسلم. مش هتأخر، مش هتأخر. مع السلامة. مع السلامة. شكر. مع السلامة. شكر يا صفا. الله. يلا حبيبي ريح جنب اخواتك. انا عايز اعرف انت ايه اخرتها معاك، وانت مش ناوي تجيبها لبره؟ لا مدحت مش هجيبها لبره. ايه هتعمل ايه، هتضربني يعني؟ ايه يا عيال مالكم، هتقطعوا بعض عشان خاطر الفاشل ده؟ هو ده اللي هو عايزه يا ماما؟ هو مش عايز حاجه غير حقه. طب روح قول له بقى، امي بتقولك مالكش عندنا حاجه. بتنزل له عن ورثك يا حبيبي، خليه يضيعه وتشرده في الشوارع. يا جماعه استهدوا بالله وصلوا على النبي، انتوا اخواته الضفر ما يطلعش من اللحم. مالكش دعوه بيهم، احسن ما يدوروا عليك، وانت يا حبيبي مالكش في الطير ولا في الطحين. خايفه عليا يا زوزه؟ يكون في علمك يا طارق، انا مش هسيبك ابدا تضيع مني زي ما ضيع نفسه الفاشل ده. هو لو ان انا اقف مع الحق بضيعت يا ماما، بركيلي انا ضعت. حق ايه يا ابو حق؟ يعني احنا كلنا غلط وانت وعمك اللي صح؟ انت بتعمل فيا كده ليه يا طارق؟ حرام عليك يا ولد، انا قضيت عمري وشبابي كله ربيك، ده انت لو طلبت حاجه من السما كنت بجيبها لك. ليه بتصغرنا وتكبر الفاشل ده؟ عشان تعبت وزهقت، تعبت من كل الخناقات والحوارات اللي انتوا عاملين تعملوها دي. يا ماما ليه ما نرجعش زي زمان؟ ليه ما نرجعش سالكين زي زمان؟ وده كلامك بقى يا حبيبي ولا كلام مرات عمك وبنتها اللي بترسم عليك؟ يوه صحيح، بمناسبه الرسمه بقى فكرتني، انا مش هسيبك بس اصبر لما نخلص الليله دي والفورتينه اللي احنا فيها. ماشي. زي كل مره ما بتسمعوش غير بعض، وانا ولا الهوا في الاخر بتسالوا ايه اللي وصلنا للنتيجه دي؟ عن اذنكم خدي يا حبيبتي خدي. تعالى هنا، انا ما خلصتش كلامي. خلصوا مع امك يا حبيبي. خلاص ارتحتي بعد ما سلمتي بليغ القصر والشركه؟ لا ما ارتحتش. امال هترتاحي امتى؟ اما تجلطينا وتموتينا ولا ايه؟ لا بعد الشر عليكم، اوقدوني واقتلوني عشان ترتاحوا مني خالص. مش مستاهله، كلنا بنغلط. ممكن اجيب لك حد من الشهر العقاري وتلغي له التوكيل. انا مش هلغي حاجه، ده حقي في ميراث بابا الله يرحمه، ان شاء الله اجيب حمامه واطيره. يا حبيبتي انا عارفه انك انت تعبتي، بس صدقيني كل ده علشان بنحبك وبنخاف عليكي. والله؟ ايوه طبعا، انت واحده مننا يعني، انا كرايك ليه؟
بس كل واحد بيحب بطريقته. يا سيدي انا نموروده وما استاهلش الحب ده كله. يوه بصي انا فاهماكي، بس صدقيني والله لو اي حد هنا عايز يقف ضدك ما كانوش اصلا ادوكي حقك في الميراث. ده زي ما بابا وعمي كده عملوا مع انكي البليغ، مش كده؟ اه ده بقى مش كلامك، ده كلام الواد الصايع طارق اخو مدحت. ما انت اصلك رايحه جايه معاه، ما انتوا الاثنين اصلكم فشله زي بعض. متشكره قوي يا عمرو بصراحه، شهاده واعتز بيها حقيقي. يعني سيبنا لك بقى انت مشروعاتك التحفه ونجاحاتك، سيب لي انا الفشل. انا وعمي بليغ وطارق اقول لك على حاجه، اتبرى مني خالص حبيبتي. اقعد يا عمرو، اقعد يا حبيبي. بقولك ايه، ايه رايك تلغي التوكيل وانا ابص لك في موضوع طارق؟ انت بتقولي ايه يا ماما انت كمان؟ بصي بصي يعني سوري يا عمرو، سوري يا ماما، سوري يا داليا، بس اخر واحد كان بيحترم كلامه في البيت ده كان بابا الله يرحمه. اي حد تاني بقى هنا بيقول كلام حلو جدا لحد ما يوصل اللي هو عايزه. معقوله؟ معقوله تقولي الكلام ده علينا؟ معقوله؟ انت عيلة مش متربية اصلا. شايفة؟ هو انت مش اديت اجازة لكل الموظفين بتوع الشركة؟ طب ايه يعني، ده معناه ما راحش الشركة؟ يعني هتروح تعمل ايه لوحدك يعني؟ اما نرازي حد، نرازي لي الاخر ولا ايه ولا هانم؟ والله اللي انت شايفه يا بيبو. لا اللي انت شايفاه. والله ما في اجمل منكم انتوا الاثنين. شكرا يا اولاد، تعبتكم معايا وحملت عليكم. انت جاي تقول ده دلوقتي؟ هي بايظه بايظه على الاخر بصراحه. ما تيجي معايا الشركه بقى؟ انا هاجي معاك الشركه اعمل ايه؟ اشتغل هفكر، بس يبقى عندي 5 موظفين، مكتب كبير، مرتب كبير، ما فيش خصومات. بدتها غلط انت. ليه؟ ما اسمعش عندي. اسمعي بقى معايا، حتى لو انت صاحب الشركه. مش اسمع عندي كده، اتعلم. الحاجه التانية 5 موظفين ايه وانت لسه تافه كده؟ هتيجي بقى هتيجي. يلا. احنا جينا من هنا، مظبوط؟ يبقى نخرج من الدائري. يبقى انا هخرج كده بقى وقابلك هناك. مؤدب الواد ده. فله. أخلاق. مش كده برضو؟ أيوه. بونجور يا شريفة هانم. بونجور يا داليا هانم. بونجور يا ولد. اوعى تكون فاكر إن إحنا هنسكت لك. اوعى تسكت. اتكلم. بلغ البوليس، قول لهم عمي جه قاعد عندنا بعد أختي ما عملت له توكيل. ماشي يا ولاء. تهددها؟ شكلك جميل وأنت عصبي ومتنرفز وبتهدد أختك الصغيرة. يا بليغ. 100 مرة قلنا لك قبل كده حقك مش عندنا، عندي يسرية وولادها. تحب نقولها لك 100 مرة تانين ولا تحب نغنيها لك؟ تغنوها لي؟ لا يا شريف هانم، صوتكم وحش وكلامكم ملوش طعم ودانكم مش موسيقية. على العموم أنا قاعد معاك أهو متواجهين كلنا مع بعض عشان ما حدش يستفرد بيا على جنب، فهماني طبعا. عرفتش تتشطر على الحمار جاي تتشطر على البردعة ها؟ إيه واد قلة الأدب دي؟ يا شريف هانم التربية دي حصلت كده ازاي؟ يا عمرو يا حبيبي، عمك مش حمار وابوك مش برداعة يا ابني. حقي مرهون بانكم تقعدوا مع بعض والموضوع يخلص. حضرتك بجد متخيل ان دي حاجة ممكن تحصل اصلا؟ ما تحصلش ليه يا داليا؟ ولاد حرام؟ هو انت حبات في اوضة السفرة بجد؟ انت كنت وفرتوا لي اوضة وانا قلت لا؟ ولا خايف على ترابيزة السفرة؟ ما تخافيش، معايا سليبنج باج بفرشها على الارض وانام. طب تحب انفذ لك اوضه؟ تفتكري يا ليلي يا حبيبتي لو انا عايز اي اوضه في البيت ده ما اقدرش اخش واحتلها؟ اقدر، مش كده؟ سلام بقى يا روحي، مضطر اسيبك لان عندي شغل في شركه مدحت وقريب في الشركه الثانيه لما تجهز. لو حد كلمك انا موجود. هيكون فرح وغنينا. تفكر في ايه يا عمرو؟ نفس اللي انت بتفكري فيه، ازاي نكرش الجدع ده من هنا؟